النهارده بس عايز الحقيقه انه يعني صديقي الاعلامي الاستاذ محمد فوده يعني اجرى عمليه جراحيه النهارده صباح اليوم، والحمد لله يعني تمثل الشفاء. العمليه الجراحيه ناجحه، يعني دايما محمد كده بحب يقلن عليه، لكن الحمد لله ربنا سلم وان شاء الله يستأنف عمله ونشاطه خلال ايام بعد كده ما يمر بفتره يعني نقاهه قصيرة. هو محمد يعني مسابر، والحمد لله يعني اتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله من العملية دي. يعني انتوا قد يكون ده امر خاص بالنسبة لي، بس انا زي ما بقول لحضراتكم يعني لازم الناس تقول عن الناس اللي بتحبها قدام الناس عموما، لانه محمد من الناس الحقيقي اتظلم كتير في حياته وناس كتير فهمها غلط، لكن بتمنى له السلامة والشفاء إن شاء الله.